مايميتك. بارا سيمباسو مايميتك من الاسم كده، بارا سيمباسو يعني بيشتغل على البارا سيمباثيتك سيستم، اللي هو النيورو ترانسميتر بتاع اللي هو مين؟ الاسيتايلكولين اللي هو الليجند او النورمال سبستريت. انا عندي الدراج اللي هصممها هتشتغل يا اما حاجه من الاثنين زي ما قلت قبل كده في البايو سينسز او النيورو ترانسميشن، عمليه النيورو ترانسميشن قلت لك حاجه من الاثنين، يا اما عندي الاسيتايلكولين بعد ما يطلع من البري سينابتك نيرف اندنج ويتصل بالبوست سينابتك اللي هي متصله بالاورجان يعمل اكتيفيشن للريسبتور مباشره، يبقى ده اقول عليه دايركت ولا اندايركت؟ طيب يبقى كل ما هو هيشتغل زي الاسيتايلكولين عشان كده بقول عليه سيمباسو مايميتك. مايميتك يعني ايه؟ يعني بيعمل اكتيفيشن ولا بيعمل بلوكينج؟ بيعمل اكتيفيشن، يبقى ده هيتصل على الريسبتور ويشتغل ويعمل نفس عمل الايه؟ الاسيتايلكولين. ممكن يبقى بارا سيمباسو مايميتك ولكن يعمل عمل اخر. ما هو هذا العمل الاخر؟ ان هذا الرجل يمنع الكولين ستريز انزيم من العمل، وعندما يمنعه من العمل يصبح الاسيتايل كولين والانالوج بتاعه واشباهه حرا طليقا يعيش في الارض فسادا. زي مين؟ زي اخونا اللي هو الانتي كولين ستريز انزيم، وهناخد بعد كده الحاجات اللي هي الانتي كولين ستريز اللي هي الاندايركت تشتغل بحاجتين، يا اما ريفيرسبل يا اما الريفيرسبل. ريفيرسبل يعني ايه؟ يعني يرتبط بالاسيتايل كولين ستريز ينوع عن العمل شويه ويسيبه، يبقى معناها ان الانتر اكشن هيبقى بكوفيلنت بوند ولا نان كوفيلنت بوند؟ نان كوفيلنت بوند، لان الكوفيلنت بوند زي ما انتم عارفين وسيد العارفين وعارفين كل حاجه رابطه قويه جدا صعبه الكسر. انما لو بقى ايه الريفيرسبل؟ الريفيرسبل يعني ايه؟ يعني غير عكس، حصل ارتباط لن ننفك عن البعض، لن يمنعنا عن البعض الا الموت. هيفضل ماسك فيه لغايه ما سيادتك تموت ونقرا عليك الفاتحه وكل اعوذ برب الفلق. ايه اللي هيحصل بقى لما يبقى الريفيرسابل؟ هو زي ما قلت لك قبل كده وخدتوا فيه الفارماكولوجي 1 اللي كنتوا ساقطين فيها كلكم، اللي هو مين يا شباب؟ عيله الاورجانوفوسفورس كومباوند. دول مشكلتهم ايه؟ فهم فوسفرس. والكولين ستريز انزيم فيه امينو اسيد اسمه السيرين، هذا السيرين يحتوي على او اتش جروب الكوهوليك. تقوم البي الفوسفرس اللي عليه شحنه موجبه يروح على اللون بير اللي موجودين على السيرين ويعملوا مع بعض كوفيلنت. يا دي المصيبه. معناها ايه؟ معناها ان هيفضل مانع للكولين ستريز عن العمل. ايه بقى الحاجات اللي هتنشئ عن هذه المصيبه اللي حصلت لنا؟ ان سيادتك الهارت ريت بتاعك هيقع، هيحصل لك فازو دايلاتيشن، كل السكريشن اللي عندك في الجسم هتحصل لك، يعني قبل ما تموت هيجي لك دايريه نتيجه ان البريستالزيس والموفمنت بتاع الانتستين هتزيد. ايه المصيبه الاكبر في ايه؟ هيحصل لك ايه؟ برونكو كونستريكشن، حصل لك برونكو سبازم، هيحصل لك اسفكسيا، مش هتاخد نفسك. يبقى هتحصل لك ايه يا حبيبي؟ هت ايه؟ يا حرام يا حرام، واحد حساس قوي هتموت نتيجه ان سيادتك ايه؟ رحت اشتغلت في الحقل والمبيضات الزراعيه ديت فيها فوسفورس وعامله لك الموضوع ده، بتعمل بنتريشن للجسم عن طريق الجلد على طول بسرعه، بس سيادتك لازم تلبس جوانتيات على مود ان السياده زي ما جايه لو ترقن خيطك وخرجت من التعليم هتشتغل، ممكن تشتغل فلاح، او لو ما اشتغلتش فلاح وترقن خيطك هتعمل ايه؟ علمنا بالانتقام من الجامعه الاسلاميه ومن فيها. اذا ناخذ من كل رجل قبيله. هتقوم جايب غاز السارين اللي بيستخدموه في الحروب يا اخ مصطفى، وتقوم جايب طياره صغيره مسيره، وتقوم رشيشه بيخلط بخيتين على الجامعه الاسلاميه وجوارها. لا هتقول بقى انني نجحتك في الكيمياء الصيدلانيه ولا يحزنون علي وعلى اعدائي. فكل اللي هيشم هذا الغاز هيروح يرتبط عنده على طول بالايه؟ بالكولين ستريز انزيم. يظل الاسيتايل كولين يرتع في الارض فسادا. هيعمل لك كل الاكشن اللي نفسك فيها. من اسهال لبرونكو كونستريكشن لبرادي كارديا لفازو دايلاتيشن
لكل السكريشن اللي عندك والاسويت اللي هو هتعرق وتلاقي بقك منزل حاجات كده بزود السلايفيشن كل الحاجات دي فيها مسكرينك ريسبتور بيعمل عمليه اكزايتيشن. وفي الاخر ايه؟ هنقرا عليه الفاتحه وهنفتكرك والله بكل خير. في الحاله دي بيبقى انا بمنع الكلين ستريس انزايتي يبقى ده اشتغل دايركت ولا اندايركت؟ اشتغل ايه؟ اندايركت. كلام كل السهل وبسيط وانتوا عارفينه اكيد. يبقى قبل ما نتكلم على الادويه اللي هي بتشتغل از ماسكارينيك اجونست او نيكوتينيك اجونست نشوف الاول الفارماكولوجيكال افكتس بتاعت مين الاسبرين اند ايتس انالوج اللي هم الاجونست. الكلام اللي انا لسه قايله لك حالا ده الراجل ده هيروح على عينك هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها كونستريكشن يعمل لها عمليه مايوزيس. بعد كده يروح لك لللون في ام 2 ريسبتور يعمل لها اكتيفيشن يقوم عامل لك برونكوس بس ما تقدرش تاخد نفسك الاير واي هتقفل. بعد كده يروح للهارت الهارت هيروح يعمل له ايه؟ هيقلل الاكتيفيتي بتاعته هيقلل الهارت ريت هيقلل ايه؟ الهارت ريت ويحصل لك هايبوتنشن. يروح على البلاد فيزل هيعمل فيها ايه؟ فازو دايليتيشن هيوسعها لما يوسعها يحصل ايه؟ يعني الدم مش هيتضخ بسرعه بيعمل لك ضغوط في الدوره الدمويه يبقى هايبوتنسيف. بعد كده هيروح على مين؟ على الجي اي تي احنا لسه قايلين من شويه هيعمل ايه في السكريشن؟ كله زود الحركه تزيد وكله شغال السكريشن كلها هتزيد. بمعنى اخر لو واحد عنده كونستيبيشن نديله ماسكرينيك اجونست ولا انتاجونست؟ انتاجونست على مود يزيد من الاستايل كونستيبيشن يبقى نديله ايه؟ انتاجونست. هو عنده كونستيبيشن معدته واقفه ما فيش الانتستين بتاعته واقفه ما فيش بريستاليس ما فيش موفمنت ما فيش حركه عايز احركه له يبقى اديله ايه؟ اديله كولينرجيك اجونست. عنده ضريه ضريه اعمل العكس اديله ايه؟ كولينرجيك ايه؟ انتاجونست. ده واحد عنده جوت كالسر اديله اجونس ولا انتاجونس؟ اديله انتاجونس. مش الراجل ده بيزود كل السكريشن يعني الجاستريك اتش سي ال اللي بيطلع من البرايتال سيل بيزودها بتطلع لي اتش سي ال الجاستريك اتش سي ال تعمل لك بيبليك السريشن عايز امنع هذه السكريشن يبقى قد ايه؟ ماسكرينك ايه؟ ماسكرينك انتاجونس. الراجل ده هيروح على اليورينري بلاد لما بتعمل يورينيشن هذه الميه بتتجمع في هذا المكان في اليورينري سيستم. الراجل ده في عندك وول وعندك سفنكتر علشان يعمل عمليه اليورينيشن يبقى المفروض الوول ده يحصل له كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ ها؟ كونتراكشن انت عايز تدفع الميه والسفنكتر اللي تحت ده يحصل فيه ايه؟ ريلاكسيشن يوسع. ده بواحد عنده نكتيورنال انيوريزس عنده تبول لا اراده نديله بقى ماسكرينك اجونست ولا انتاجونست؟ انتاجونست عشان يبقى مضاد للموضوع ده. يبقى لما يبقى ماسكرينك انتاجونست هيعمل ايه في الوول؟ ريلاكسيشن يجمع فيه ميه كتير والاسفنكتر يقفله ماكو ماي ماكو وطن ماكو ريفيجن ماشي. بعد كده كل الجلاندس السليفري جلاند السويد جلاند كل حاجه كل ده بايه؟ كل ده بيزيد كل ده ايه يا شباب؟ بيزيد. كلام كلش سهل وبسيط. نرجع تاني بقى احنا قلنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ماسكارينيك اجونس كولينرجيك اجونس سواء كان ماسكارينيك او نيكوتينيك. خدنا هذا الماسكارين انا قلت الماسكارين ده فايدته ايه عن الاسيتايلكولين؟ ان في عندي ريستريكشن اوف الروتيشن عملت عمليه ريجيديفيكيشن الراجل ده ما بيلفش بس مشكلته ان ما فيش فيه كربوكسيليت فبالتالي ما فيش انزيم هيكسره هيفضل قاعد مشكله سودا انا عايزك اشتغل يا عم وروح انما تيجي تزورنا وتفضل قاعد لا ما ينفعش فهو ده اللي بيعمله. طيب والراجل ده طبعا علشان اعمل اجونست له يبقى لازم بناء على الراجل ده. الراجل ده كان مستو ايه؟ منعت الروتيشن عن طريق ايه؟ ان انا حطيت عملت سايكلايزيشن عن طريق ايه بالظبط؟ حطيت ايه؟ ميسايل ستيريك شيلدنج عملت ستيريك عملت بلوك حطيت بالك جروب. البالك جروب ده عملت ايه؟ ان الان كواتيرنري ما تروحش تهاجم الاول عليها لون بير من ايه يا شباب؟ من الالكترون. يبقى انا دلوقتي علشان اعمل كولينرجيك اجونست عرفت ان انا عندي الاسيتايل كولين مشكلته في الكيميكال انستابيلتي ميتابوليك انستابل
عنده ان سيلكتيفيتي نتيجه للفري روتيشن بيشتغل على النيكوتينيك والفوسفوريليك ريسبتور، يبقى بناء عليه وعرفت طبيعه الريسبتور ايه وعرفت البايندنج انتر اكشن مع الريسبتور هي ايه، اذا جاء دور ان احنا بقى نصمم دواء. احنا مش هنعرف نعرف المعلومات دي وخلاص كده، الا ليه رساله الارض ومن عليه. يبقى عايزين نصمم ايه؟ نصمم دواء. وعرفنا الصار، ولو حطينا 3 ميثايل ايه اللي يحصل، ولو حطينا فيناين ايه اللي يحصل، ولو زودنا البريدج ايه اللي يحصل، ولو قصرنا البريدج ايه اللي يحصل، كل ده عرفناه وبقينا شطار فيه. صح صح. نيجي اول حاجه هنعملها من العيوب ان هو بيحصل له فري روتيشن، ان انا احط استريك هيندرانس، حاجه عائق، استريك شيلدنج، عائق على مين؟ ان دي تروح تهاجم هذه الاكسجين، فبالتالي تصير على هذه الكربون كومبليت بص في الشر، يبقى عرضه ليه اللي رايح واللي جاي يتفاعل معاه، يبقى ان ستيبل. احط هذا الرقم، وقلت لك من الاول الكربون دي الفا ولا بيتا؟ بيتا. قلت لك لما يبقى بيتا يبقى ستيريو سيلكتيف على مين؟ هاي بوتنت، على الماسكارينك ولا النيكوتينك؟ على الماسكارينك. تمام. السؤال للست فاطمه، هنا بقى خير الكربون، ها؟ اكو ولا ماكو؟ ايه اكو؟ ايه اللي يقول ماك؟ اكو ايه؟ هي هاي اللي عليها دائرة اسيمتريك هاد سنت مش اسمه اكو؟ اربعة هاي اكو قلنا كايرا الكربون او اسيمتريك سنتر او اسيمتريك كربون، معناها ايه؟ ان كربون محاطة باربع ذرات او اربع مجموعات مختلفة. هتقول لي هما فين الاربع مجموعات المختلفة؟ طب ما هنا كربون وهنا كربون. اقول لك لا، هي دي كربون دي ساي متصله بعد كده ب3 اتش، دي سي اتش 2 متصله بعد كده بمين؟ بنيتروجين، دول مختلفين. الاوكسجين دي متصله بايه؟ متصله بعد كده بكربونايت، يبقى دي كل دي مختلفه ودي مختلفه ودي كلها مختلفه. لما يبقى عندي حاجه اسمها اسيمتريك سنتر او اسيمتريك كربون، معناها ان ممكن يبقى عندي تو ايزومر. تو ايزومر يعني ايه؟ يعني نفس المركب بالظبط في المولوكولار فورمولا في كل حاجه، بس الاختلاف في ايه؟ في الاورينتيشن بتاعته في الفراغ، ترتيبه في الفراغ مختلف. قال لك لما يبقى عندي حاجه اسمها ستيريو ايزومر او ستيريو سنتر زي موجود عندي ده، لو عندي واحد، انا عندي هنا كام ستيريو ايزومر؟ انا عندي هنا كام كايرال كربون؟ واحده. المفروض الواحده تديني كام مركب؟ تديني 2. لو عندي 2 تديني 4. بمعنى ايه؟ انا عندي مركبات قلت ستيريو ايزومر ار وايه يا شباب؟ واس. دولت الار والاس لبعض باختلاف الكونفجريشن في الفراغ، توزيعهم في الفراغ فقط، انما هو نفس المركب شكله غباوته كل حاجه. طب الراجل امتى اقول بقى ار وامتى اقول اس؟ متى؟ برتب الناس اللي حوالين هذه الاسيمتريك كربون او الغير الكربون حسب الزياده في العدد الذري. الاتوميك نمبر، مين اللي اكبر في الاتوميك نمبر في الناس اللي حوالين هذه الكايره الكربون؟ دي كربون ودي كربون ودي اكسجين، مين الاكبر؟ الاكسجين. عدده الذري كام؟ معلش هي اسئله لسه يعني ترند جديد في السوق ولسه مكتشفينها حديثا، معلش كام؟ 16. ال 16 ده عباره عن الايه؟ الاتوميك نمبر ولا الاتوميك ويت؟ اتوميك ويت. انما الاتوميك نمبر كام؟ 8. ده الاكسجين. هيجي بعد كده عندي من كربون، وكربون كام؟ الكربون 6. يبقى مين الاكبر؟ مين اللي ياخد رقم واحد؟ الاكسجين. يعني بعمل لهم ارينج منت اكوردنج تو ايه؟ الاتوميك نمبر. اللي اكبر في العدد الذري ياخد رقم واحد. مين بعد كده؟ عندي هنا كربون وعندي هنا كربون، بس الكربون دي متصله بنيتروجين، الكربون دي متصله بايه؟ ميثايل. الكربون متصله بايه؟ بهيدروجين. يبقى مين الاكبر؟ يعني الكربون لما تبقى هقارن الهيدروجين بالنيتروجين، الهيدروجين ده واحد، النيتروجين دي 7. السؤال الصعب، مين الاكبر، 7 ولا الواحد؟ 7. مين؟ ايه 7؟ يبقى دي تاخد رقم كام؟ 2. بقى عندي مين دلوقتي؟ ومين؟ ميثايل ويا شباب وهيدروجين. الهيدروجين ده فين؟ في الباك، اللي ما تلاقي داش دي كده منقطه معناه ان هو في الخلف. هيدروجين. يبقى رقم 3 مين؟ هذا الميثايل. يبقى نيجي نعمل لهم ايه بقى؟ عقارب الساعه، يبقى ماشي من كبير للصغير كده، ماشي كده. يبقى ده في اتجاه عقارب الساعه بقول عليه كلوك وايز ولا انت كلوك وايز؟
انتي كلوك وايز عكس اتجاه عقارب الساعه. عارفين الساعه بتمشي ازاي يا شباب؟ عارفينها كده اهو، انما ده ماشي كده اهو العكس. بقول عليه انتي كلوك وايز. الانتي كلوك وايز ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه اس. بس شرطه ايه بقى علشان يفضل الاس كما هو اس؟ لازم الهيدروجين اللي موجود عندي او اصغر مجموعه موجوده عندي تكون في الباك، يعني موجوده في الخلف. الهيدروجين ده في الخلف ولا في الامام؟ في الخلف. يبقى ده الاس هتصير كما هي اس. يبقى الكونفيجريشن اللي عندي عباره عن ايه؟ عباره عن الاس كونفيجريشن. قال لي سيادتك لما يبقى اس كونفيجريشن على البيتا كربون يبقى الراجل ده يصير هايلي او بوتنت ماسكارينيك اجونست. ماسكارينيك ايه؟ ماسكارينيك اجونست. ايه الفرق بين الاستراكشر في الاستيريو كيمستري؟ ده الماسكارينا هو وده الميساكولين وده برضه ميساكولين. اللي هنا ده انا جايب الماسكارين ليه يا شباب؟ على مود ايه؟ ايه الشبه في الناس ديت؟ يعني انا ليه رسم الماسكارين مع الناس ديت؟ على مود ايه اوجه التشابه بينهم وبين بعض؟ غير الانتر اكشن. الراجل ده عباره هنا البيتا كربون فيها ايه؟ ستيريك شيلدنج. فيها ايه؟ فيها ميسايل عامله ستيريك شيلدنج. وعندي هنا ايه؟ ميسايل في البيتا ولا لا؟ موقع الستيريك شيلدنج. في البيتا عامله ستيريك شيلدنج وهنا برضه في البيتا عامله ستيريك شيلدنج. فهم بالظبط بنوا انالوج لمين؟ للمسكرين. ايه الفرق بقى بين المركب ده والمركب ده؟ هو ميساكولين. بس ده بقول عليه ايه؟ اس. لسه شرحينه ده اسمه ده ايه؟ ار. ده قلنا عليه ار ليه؟ انا قلت لك علشان تصير تغير موقعها والار ار تفضل الاتش اللي هي اصغر مجموعه دي في الباك. هنا اصغر مجموعه، هنا مجموعه الميثايل دي موجوده فين؟ في الباك. ومين اللي موجود في الامام؟ الهيدروجين. في هذه الحاله، في هذه الحاله يتحول الاس الى ايه؟ الاس الى ار. الار ده المفروض ايه؟ ان هو مع اتجاه عقارب الساعه. ومين؟ واقل مجموعه في الخلف. طب هو المركب ده اس بس اصغر مجموعه مش في الخلف، الاصغر مجموعه مين؟ الميثايل والصغير الهيدروجين في الامام. يحصل عمليه فليبنج، الار تصبح اس والاس تصبح ار. هو عباره عن اس عشان كده اصبح ايه؟ اصبح ار. هذا الار هو في فرق عن الاثنين في حاجه؟ ولا حاجه. ايه المجرد ايه؟ الاختلاف في الشكل الفراغي فقط. مجرد ما كانت الهيدروجين في الخلف اصبحت في الامام بس. لن اسوي اي شيء. الاتش كانت في الخلف في المركب اللي فوق، في الاس ده اصبحت في الامام. والميثايل اصبحت في الخلف، ولا راحت يمين ولا راحت شمال على نفس الكربونه بالظبط. اتحول المركب الى الار استيريو ايزومر. اصبحت الاكتيفيتي بتاعته اقل من الاس 20 مره. هو الاختلاف في ايه؟ قلت لك الذره امام والذره ورا، تخيل. مش بقول لك بقى كيميكال موديفيكيشن انك انت ايصال تعملها ميصال او الميصال تعملها ايصال، لا، ده انت الذره مجرد ما كانت في الخلف اصبحت في الامام. الاكتيفيتي قلت بمقدار ايه؟ 20 مره. 20 مره ليه؟ ليه يا شباب؟ الميثايل الار ما تقدر تسوي سكريبشن، لا هتسوي برضه، بس ايه المشكله؟ هتبقى المشكلة في ايه؟ الاكتيفيتي قال لك ليه؟ هتغير المقاطعة معاك. ها؟ الارتباط مع الريسبتور هو اللي هيختلف، هتبقى كأنها عائد بالظبط. وجودها في الار ستيريو ايزومر او الار الار كونفورمر هيبقى الانتر اكشن مع الريسبتور بتاعها تعيقه عن الكومبليت انتر اكشن. كانك حطيت لها حاجه في الوسط ما بينها وما بين مين؟ البايندنج سايت بتاع مين؟ بتاع الريسبتور. ما هو اهم حاجه عندي انا عايز ارتبط مع الريسبتور عشان يديني اكشن. الميثايل لما بقت في الخلف اعاقت المركب على انه يوصل لمين؟ للبايندنج سايت. وهناك نفس الكلام ده شرحه لك في الدراج ديزاين السنه اللي فاتت. هتلاقي عاطلك مجموعه كده عملت هندرنس، عملت اعاقه للمركب بتاعه يحصل له كومبليت فيتنج مع مين؟ مع الريسبتور. ايه؟ مع الريسبتور يا مو. ماشي يا شباب؟ يبقى هنا الاليه اللي انا استخدمتها عباره عن ايه؟ لما جبت لك بقى الميثاكولين ده انا عملت ايه؟ ايه اللي انا عملته حسنته بالنسبه للاسيتايلكولين؟ انا زودت ايه في الميثاكولين ده عن الاسيتايلكولين؟ حطيت مين مجموعه الميثايل؟ الميثايل ده لازمته ايه؟
هتقول لي عملت ستريك شيلدنج. ستريك شيلدنج يعني عمل ايه؟ ماكرو روتيشن. ماكرو فري روتيشن يعني ماكو ايه؟ انترامونوكلر انتر اكشن يعني ماكو ايه؟ ماكو كاربون اوف كاربونايل جروب كونتين كومبليت بوست في تشارج يعني هايلي الكتروفيليك ماكو. يبقى معنى ذلك ان الاستابيليتي بتاعته هت ايه؟ هتزيد، وبالتالي الديوريشن اوف اكشن بتاعه هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. فاهم مشكله الكلام كله؟ كلش سهل وبسيط، كلش سهل وهي يا شباب وبسيط جدا. هنشوفكم كده اريحكم صح؟ مع ان كنتوا قاعدين المحاضره اللي قبلها فاضيين يعني، بس انا حاسس الناس كده ماسكه نفسها من النوم بالعافيه صح؟ بجد والله حاسس الناس بتتعذب. الناس كده بتسمعها في الرياضه يا شباب. ايوه خلينا الدور بيه ده ولا ايه؟ لا زي الدور؟ خلاص عشان خاطركم وعشان اذان الظهر.